تحياتي. كاملة ظالم سينغ. ظالم سينغ وقف لا تقرب. إذا قربت خطوة واحدة تانية فما راح يصير خير نهائيا. إيرام، أبظن أنه أنت ما بتعرف مين بيكون هاد. هالشاب هاد صاحب أكبر مشاكل بقريتنا، وأنا بأكد لك أنه سيء. هذا حاول يشوه سمعة بنت من عيلتنا، وحاول يحكي عليها كمان، وكمان وقتها لك اللي خلاه يروح على السجن. أنا فعلا مصدوم فيك يا رام. أنت ممكن تزوج بنتك لواحد مثل هاد؟ شخص ما نو منيح؟ شوف يا رام، تيتلي بتكون مثل بنتي هلأ، لهيك ما رح اسمح انه يصير معها شي سيء. وهلأ يا رام، بعد ما حكيت لك عن تصرفاته وسلوكه ما رح اسمح له يبقى ولا لحظة واحدة. وانسى الموضوع تماماً اللي انت اجيت كرماله بانك تتزوج من تيتلي. فعلاً راغوفير معه حق بكل يلي حكاه، وأنا بعرف كتير منيح إنه ظالم سينك أنقذ تيتلي من بردان سينك السيء ورجاله، بس تصرف واحد منيح ما بيقدر يمحيله كل أفعاله السيئة يلي هو عملها بالناس قبل ما يدخل على السجن. اسمعني أنت يا ظالم سينك، طلع من هذا البيت بسرعة. لكي إذا كان هذا الشخص لساته واقف هون وما مشي بعد ما بهدلته، فأنت لازم تضربه وترميه برا. انزعاجكن هاد مبرر، ما بنكر هالشي. صحيح انه انا غلطت كتير بفترة قديمة، بس ندمت، وبعدين هاد صار ماضي وانا تغيرت كتير هلأ، ولهيك انا تجرأت واجيت لهون لأطلب ايد تيتلي واتزوجها بدون ما اخدعكن. اي لا تحاول تتزاكى، حاجة حكي فاضي وطلع من هذا البيت فورا، هالشي مرفوض تماما. بس يا راغوفير ممكن تفكر بهدوء. ظالم سينغ اسمه الحقيقي أفيناش سينغ، والناس صارت تناديله بظالم سينغ بسبب أفعاله السيئة. بس جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.